بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هذه السيارة رينو ميغان، فيها إشكالية، حبيت نصورها باش نوريكم العملية هذه من إيش تكون. السيارة هذه كي تجي تشغلها باش تحط الكارتة وتخدمها، طبعا باش تنزل على الفرامل ولا على المبرياج، على الفرامل ولا على الدبرياج، وباش تنزل تخدم. لاحظوا هنا إيش باش يصير، فما هذه شو هذه هيك تعمل هيك، هذا أنا مش عالتهاش تو، أنا باش نطفيها تو، أنا باش نخدم، هي تو تشعل لوحدها. شفتوها؟ شفتوها كيش على حالها تعمل تك تك ريتوها، هذيك هي العمليه جت مع 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 إشكالية. شفتوها انا نخدم وهي الاشارات الاربعه الكاتر كينتر يخدموا، كل ما تسكر سيارتك وتعاود وتعاود ترجع تشغلها هذوما الاربعه يخدموا. هذه اشكاليه كونها فما الكارتة اللي هي او الميموار المسؤوله على 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 الارباك، كي السياره تدير حادث، سياره تدير حادث ولا والارباك زوز يخرجوا تسجل عندها ان هي فما اشكاليه. هذه تو باش نفكوا الكارتة نتاع الارباك ونعمل لها باتش. تو عملنا لها باتش الكارتة هذه وركبناها، وتو باش نجربوا نشوفوا اذا كان مازالت تشعل ولا لا. شفتوها تو ما عادش تشعل كاتكيناتير، كي تنزل عليها تشعل كاتكيناتير. شفتوها معناتها وقت تضرب الارباك، وقت الارباك هذايا يترشق واللي في جنبه يترشق، تصير الكارتة هذه تضرب، الكارتة هذه تصير لها شوك، يا اما تغيرها وتعملها ميجاجور والا تعملها باتش.